نرجع لنادينا العظيم النادي الاهلي. الحقيقه النهارده بيواصل تدريباته بقوه استعداد للمباراه الغد، مباراه تجمعه مع مودرن فيوتشر ان شاء الله بكره الساعه 9. مباراه صعبه، من يتخيل ان المباراه او فوز النادي الاهلي امام بيراميدز 3-2 كده خلاص اللعيبه حطت في بطنها بطيخه صيفي واحنا خلاص؟ لا 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 لا، الامور ما زالت يا جماعه لسه في الملعب، وده شعار النادي الاهلي، ده شعار المدير الفني واللاعبين، ما زال الامور في الملعب. بنقترب، اكيد بنقترب بشده، ولكن لم تحسم الامور الحقيقه. انا في رايي مباراه مودرن فيوتشر كمان مباراه صعبه مقياسا بمباراه بيراميدز. بيراميدز ليها حسابات معينه، اللي هو المنافس الاول بالنسبه لك، وبتحاول تقرب عدد النقاط، وفعلا قربت عدد النقاط. فطبيعي جدا، وده المهم في الموضوع، انك بعد 3 ايام من بعد فوزك الكبير على بيراميدز 3-2 في مباراه رائعه على المستوى الفني والتكتيكي، ان قد يكون التركيز ممكن يقل منك شويه في مباراه مودر فيوتشر. فده يعني خطر جدا، فلازم اللعيبه تكون مركزه مليون في الميه زي ما انت كده، واللقطات اللي بنشوفها وسام ابو علي بيحرز هدف ويليه طبعا هدف تاني والهدف الثالث بعد ما كنا متاخرين 2-1 ونرجع، كل ده يعني بيستنفذ طاقه كبيره جدا جدا من لعيبه النادي الاهلي. انت بعد ما كان كسبان بيراميدز بيرجع وبيكسبك 2-1 وبتتعادل 2-2، وبعدين في اخر يعني قضيه جديده من قفشه في الدقيقه 86 بتكسب 3-2. خلي بالكم دي كلها طاقات، يعني كل ديت انرجي طالع من اللعيبه وتركيز كبير. طبعا دي الهدف الرائع لمحمد مجدي قفشه في الدقيقه 86 وقضيه جديده، ولكن يعني ان شاء الله باذن الله تتكرر، لان محتاجين دي قفشه كتير. يعني محتاجين قفشه الشكل ده جديد، لان لسه الدوري لم يحسم بعد. فكل التحيه لمجدي قفشه، الحقيقه اللي كل ما بينزل بيأدي بشكل اكتر من رائع، وده شعار النادي الاهلي، اللي يقعد احتياطي هيقعد وهينزل يأدي بشكل اكتر من رائع. الكره الجماعيه الجميله، وسام بيأدي بشكل كويس، حسين رائع، كل اللعيبه على مستوى عالي جدا دلوقتي. اليو ديانج بيخش، و طاهر محمد طاهر بيظهر بشكل اكتر من رائع. الحقيقه كل الامور ديت بتصب ان شاء الله باذن الله في ان النادي الاهلي صاحب هذه البطوله، بطوله الدوري العام، بطوله مفضله للنادي الاهلي ما فيش شك. لكن ارجع تاني واقول مباراه فيوتشر بكره مباراه مهمه جدا جدا، نفس التركيز ونفس الاداء ونفس الرغبه في الفوز لازم تكون موجوده بكره. بتكلم على مقارنه بمباراه بيراميدز، المباريات متتاليه، عندنا بكره يوم الثلاث عندنا مع مودرن فيوتشر، عندنا يوم الجمعه مباراه في الدوري مع او في الكاس مع الالومنيوم، وبعدين يوم 22 يوم الاثنين مع بيراميدز. الحقيقه مسلسل المباريات المتقاربه مستمر، ولكن النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله قادر على الوصول لطبعا صداره الدوري والاحتفاظ بالبطوله المفضله لجماهيره، هي بطوله الدوري المصري.